مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية في الأروقة المصرية، برنامج أسبوعي نناقش من خلاله طبيعة وعمق العلاقات الفلسطينية المصرية، مواقفها تجاه القضية واضحة ومحددة، فلا تراجع ولا تردد في الدعم المصري للقضية مهما اختلف الزمن أو المكان. فالعدو لا يختلف، هو من يزرع الألغام ويعتاش على الحصار والدمار. فلسطين كانت وما زالت حاضرة في الوعي المصري الرسمي والشعبي. نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. منذ عشرات السنوات سجلت العلاقات المصرية الفلسطينية محطات تاريخية باقية حتى يومنا هذا. الدعم والمساندة التي دفعت الأشقاء للوقوف خلف قضيتهم جميعا، لا قضية الشعب الفلسطيني بمفرده حتى ما قبل عام 48. كانت مصر حاضرة وبقوة منذ اللحظات الأولى، وكان الملك فاروق أول من دعا لاجتماع عربي حضره معظم القادة العرب، كما دفع نحو تأسيس الهيئة العربية العليا لفلسطين كممثل للشعب الفلسطيني. ودفعت مصر نحو تمثيل فلسطين في المؤتمرات والمحافل الدولية منذ تلك اللحظة بعد الإجماع العربي عقب ما عرف بالقمة الأولى من أجل فلسطين. ظلت فلسطين حاضرة وبقوة في الخطاب السياسي للقادة في مصر، بداية من الملك فاروق إلى الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس السادات، وخلفه الرئيس مبارك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لتؤكد مصر على أن العلاقات مع فلسطين لا تتغير بتغير الأنظمة، بل أنها من الثوابت المصرية والعربية. الاهتمام المصري بالقضية لم يقتصر على الداخل، بل امتد إلى المحيط الإفريقي والدولي، حيث ساهمت مصر بمكانتها وشعبية قادتها في زيادة رقعة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، حيث خلقت مواقف عدة مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني رغم مرور السنوات وتعقيد الأوضاع. لازالت مصر قادرة على العطاء، متمسكة بالحقوق ومستمرة في محاولاتها نحو قيادة العالم العربي باتجاه الأمن والسلام. عدنا من جديد مشاهدينا، أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور محمد الرز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني. مرحبا بك دكتور. أهلا. محمد، أهلا مرحبا بكم. بداية، العلاقات الفلسطينية المصرية هي علاقات متجذرة ومترسخة تاريخيا ووجدانيا، كيف تصف لنا هذه العلاقات؟ أولا تحياتي لتلفزيون فلسطين، وتحياتي لكل الشعب الفلسطيني المجاهد والمناضل والراسخ كشجر يافع على أرضه. العلاقات المصرية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من العلاقات العربية الشعبية العربية الفلسطينية منذ زمن وليس منذ الآن. هي ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. كل العرب أو كل عربي حر يعتبر أن قضية فلسطين هي قضيته الأولى والأساسية، ويعتبرها يعني هي داخلة في تكوينه الثقافي، في تكوينه تكوين انتمائه القومي والوطني. قضية فلسطين يعني أصلا كانت قضية قديمة. كم مرة تعرضت القدس للاحتلال؟ كم مرة تعرضت أرض فلسطين للغزو؟ في كل مرة كان هناك اهتمام عربي، اهتمام وتدخل عربي من أجل استعادة أرض فلسطين وقضية فلسطين. سيدنا عمر بن الخطاب يعني لم يكن فلسطينيا بمعنى الانتماء الجنسية، ولكنه حرر القدس. صلاح الدين الأيوبي كذلك حرر القدس. كل التوجه كان باتجاه فلسطين. نستطيع أن نقول أنها كانت دوما تاريخيا وحاضرا وستبقى هي قبلة الأحرار في هذه المنطقة. دكتور، لو تحديدا يعني لو مع بداية القرن العشرين، شهدت المنطقة تمددا وإحياء للمد القومي على مستوى، ليس فقط على المستوى العربي وإنما على مستوى الأوروبي وعلى مستوى ما يسمى بالعالم القديم قبل أمريكا. في أوروبا كان هناك مد قومي،
في أكثر من دولة كان هناك في مد قومي. في المنطقة العربية بدأت بذور المد القومي تظهر فوق الأرض سواء من 1900 ويعني لفترة طويلة، طبعا من ثورة عرابي، ثورة سعد زغلول إلى آخر هذا الكلام. في تلك الفترة كانت مصر هي الحاضنة لهذا المد القومي الذي بدأ يظهر قبل 30 سنة، يعني من ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر 1952. كان الشعور القومي قد بدأ في هذه المنطقة. نحن كلنا نعرف أن الحركات القومية التي احتضنتها مصر واهتمت بها مصر منذ ذلك التاريخ كانت توجه اهتمامها نحو فلسطين، لأنها تلمست في تلك المرحلة المحاولات الصهيونية واليهودية للاستيطان في فلسطين. مؤتمر بال سنة 1897 الذي وضعت فيه خريطة إسرائيل التي تمتد من النيل إلى الفرات ومن بيروت إلى المدينة المنورة، كشفت عن الأهداف والأطماع الإسرائيلية. اتفاقية سايكس بيكو كان جزءا من هذه الخطة لتجزئة المنطقة العربية والسماح بالتالي، يعني مؤامرة ضد الوطن العربي. حتى أن وعد بلفور كان يفترض أن يبقى سريا في تلك المرحلة بعد أن انعقد، نتائجه كانت سرية لفترة معينة، وقرر أن يبقى أن تبقى هذه المقررات سرية داخل المؤتمر. لماذا؟ يعني هناك كان تخوف من المد العربي، كانوا يريدون أن تمرير هذه المقررات وتنفيذها من دون إعلان في المرحلة الأولى كي يفاجئوا فيها العرب. ولكن يعني كما نعرف مواجهات ربما من الدول العربية، كما نعرف وقتها أن الحكومة المصرية وقعت بيدها مقررات كامب مؤتمرات وعد بلفور، فأخذت هذه المقررات وسربتها إلى جريدة المقطم في شهر نوفمبر 1917 بعد 8 أيام من انعقاد وعد بلفور، ونشرتها المقطم، فأحدثت حين ذاك ضجة كبرى، وقامت الحركات القومية الموجودة في مصر والموجودة في عموم المنطقة العربية بردة فعل تجاه هذه المسألة، وأخذت ردات الفعل تتوالى باستمرار لمنع تنفيذ هذه المقررات. لم تكن بادية في بداية الأمر، لم تكن ظاهرة يعني بأنه ستنفذ بهذه السرعة، ولكن كانت هناك محاولات من العصابات الصهيونية الموجودة في فلسطين، وكانت هناك مواجهات لهذه المسائل، إلى أن حل عام 1946. 1946 بدأ واضحا أن المسألة تتجه نحو إقامة كيان إسرائيلي على حساب حق الفلسطينيين والشعب مصر الفلسطيني. تحت المملكة، تحت الحكم الملك فاروق. تحت حكم الملك فاروق. وقتها بسبب الضغط يعني الشعبي، يعني ربما نتحدث عن أنشاص في الإسرائيلية، عقد مؤتمر أنشاص، بسبب الضغط الشعبي المتواصل في مصر دعا الملك فاروق إلى عقد مؤتمر للملوك والرؤساء العرب في أنشاص عام 1946. تقرر في هذا المؤتمر إنشاء ما يسمى الجيش العربي. وعندما حلت نكبة 1948 أعطي القرار للجيش العربي بالتدخل في فلسطين. كان فوز القاوقجي قائد الجيش العربي من مدينة طرابلس في لبنان، وبالتالي طبعا مصر شاركت بهذه المسألة، وشارك جمال عبد الناصر كان ضابطا وشارك في هذه المعركة وأصيب بجراح في معركة الفلوجة. وكانت هذه المشاركة وهذه وما تخللها من فساد أسلحة، من تورط بعض الأنظمة إلى آخر هذا الكلام، يعني كان له التأثير الأول والأساسي على قيام ثورة 23 يوليو في مصر. هكذا قال جمال عبد الناصر في الميثاق، كانت سبب واضح في دروس الثورة، يعني هذا في قيام الثورة. وبالتالي ابتدأت مع قيام ثورة 23 يوليو
وبداية عهد جمال عبد الناصر تعزيز انتشار المد القومي في المنطقة، في مصر وفي المنطقة العربية. من أهم يعني مقومات هذا المد القومي وحيثيته أنه اعتبر أن لا ينبغي أن تكون هناك معركة إلا مع الكيان الإسرائيلي، وكل معركة هامشية ينبغي إطفائها فورا حتى لا تأخذ من المعركة الرئيسية وتكون على حسابها. وبالتالي ف يعني كان هناك سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدت في مصر من أجل ترتيب هذه المواجهة مع الكيان الإسرائيلي الناشئ. مثلا منظمة التحرير الفلسطينية عام 1963 أطلقت من القاهرة، عام 1964 انعقدت أظن مؤتمر الإسكندرية، وتم خلاله إنشاء منظمة التحرير وإنشاء جيش التحرير الفلسطيني. من هنا كانت مساعدات مصر للمقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت مساعدات ضخمة جدا وكبيرة جدا، ليس فقط بالإمكانيات وإنما أيضا بالمواقف والمواقف السياسية والدبلوماسية وفي الأمم المتحدة إلى ما هنالك من هذه الأمور. لو تحدثنا عن الخطاب السياسي للرئيس عبد الناصر فيما يتعلق بالقضية، كيف تقرأ هذا الخطاب وكيف تفسر لغة عبد الناصر باتجاه فلسطين؟ يعني كان له يعني الكثير عبد الناصر من عبد الناصر وهو كان يقود حركة التحرر القومي العربي أدرك طبعا السبب وراء إقامة وإنشاء أو زرع هذا الكيان الإسرائيلي في قلب المنطقة العربية. إذا كانت المنطقة العربية تمتد من المحيط إلى الخليج، فإن زراعة كيان غريب في وسطها يعني يستهدف فصل المشرق العربي عن المغرب العربي، وبالتالي تشكيل تهديد مستمر للأمن القومي العربي. ولا يمكن أن تقوم أمة عربية بوجود هذا المحتل وهذا الجسم الغريب في الجسم الغريب في هذا الجسم الاستيطاني في المنطقة العربية. وفهم عبد الناصر سبب هذه، ولذلك عندما وقعت نكسة 67 وكانت المفاوضات دائرة، قالت إسرائيل نحن مستعدون لكي نتخلى عن سيناء مقابل أن يتوقف جمال عبد الناصر عن العداء مع إسرائيل. كان رد جواب عبد الناصر ماذا؟ القدس أولا قبل سيناء، تحرير القدس قبل سيناء، استعادة القدس قبل سيناء. أوجه التحية إلى المقاومة الفلسطينية المناضلة، أوجه التحية إلى الجماهير الصابرة المناضلة في غزة، وأشيد بعظمتها كمثل أعلى لكفاح الإنسان من أجل الحرية. أوجه تحية إلى القدس الصابرة المناضلة، أوجه تحية إلى الضفة الغربية. بهذا الفهم الشامل لأنه لا يمكن أن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا بموجب الانتماء القومي والهوية العربية التي تشمل الكل. وكان على فكرة الغرب من أمريكيين ومن أوروبيين ومن سواهم يعرفون أن هذه الأمة إذا ما اجتمعت فسوف يكون لها تأثير كبير، سوف تسترد قوتها وتسترد حقها، بالذات كان في شعبية كبيرة لعبد الناصر وتكاملها في هذه المنطقة. ولذلك كان هدفهم بزرع إسرائيل في هذه المنطقة منع هذه الأمة من أن تستكمل مقومات نهوضها. هم درسوا تاريخنا جيدا، وهم درسوا حضارتنا الحضارة العربية والإسلامية جيدا، ولذلك هم تخوفوا من قيام مثل هذه الأمة على امتداد تاريخ على امتدادها الجغرافي من المشرق إلى المغرب وبثرواتها الطبيعية وبإمكانياتها الضخمة من أن سيكون لها تأثير كبير على المستوى العالمي. ولذلك كان الهدف من زراعة إسرائيل في هذه المنطقة هي منع هذه الأمة من النهوض على هذا الشكل الذي كان الغرب يتصوره وهو حقيقي. من أجل ذلك كان جمال عبد الناصر يعني يفهم ويدرك تماما طبيعة وأهداف هذا الكيان الإسرائيلي الموجود في فلسطين. كان لكن شعبية عبد الناصر يعني في المنطقة العربية والإفريقية وحتى الدولية كان لها أثر بالغ يعني، وساهمت في تأييد القضية ومناصرة الشعب. يعني كيف عمل عبد الناصر على يعني استثمار هذه الشعبية والعلاقات مع دول العالم لنصرة القضية؟ يعني هو عبد الناصر أهميته أنه كان
يعني يعبر عن الإحساس الشعبي والضمير الشعبي، وكان يفهم حقيقة التوجه الشعبي العربي من المحيط إلى الخليج. فلذلك عبد الناصر لم يأتي أو لم يبتدع أمرا جديدا، بالعكس هو استلهم هذه الهوية الشعبية، هذه الهوية القومية العربية عند الشعب العربي، وعبر عنها وسار فيها وخاض المعارك في إطارها. عبد الناصر فهم أنه من دون التكامل العربي بين الدول العربية على أساس أن يكون هناك يعني تفاهم وتضامن عربي شديد في الاقتصاد، في السياسة الخارجية، في بعض الأمور، يعني أن يكون هذا التضامن حقيقي وموجود في الدفاع. فعرف أنه مثل هذه السياسة تستطيع هذه الأمة أن تحقق انتصارها. نكسة 67 من أهم دروسها أنه لم يكن هناك تضامن عربي مع مصر. انتصار 73 من أهم دروس هذا الانتصار أنه كان هناك تضامن عربي مع مصر. بالتجزئة يتحقق الانكسار، بالتضامن العربي يتحقق الانتصار. لذلك كان جمال عبد الناصر يعني مؤكدا على هذه المرحلة، وقد وضع المعيار الفعلي لهذه المعركة، لهذه المسألة. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مع إسرائيل، على أساس أن لا يتلهى العرب بمعارك جانبية. المعارك الجانبية تخدم إسرائيل كما نرى الآن تماما، معارك داخلية تماما كما نرى الآن. كان عندنا قضية واحدة اسمها قضية فلسطين، وكنا منذ أيام الشباب والجامعة ونناضل من أجل فلسطين. الآن من أجل ماذا نناضل؟ كان في دور كبير للجامعات والطلبة العرب. الآن من أجل ماذا نناضل؟ من أجل وحدة سوريا ولا وحدة اليمن ولا وحدة وتحرر العراق ولا ليبيا وخلاصها؟ من أجل ماذا؟ الوطن العربي مفكك. الوطن العربي الآن مفكك، وبالتالي إسرائيل تستفيد أولا وأساسا من هذا الوضع، وهي تحاول بسط سيطرتها ونفوذها على المنطقة كلها. لذلك كانت رؤية جمال عبد الناصر صائبة ماء بالماء، بعدم أن يعني أن يكون هناك خلافات عربية على حساب القضية الفلسطينية. هذا كان الهم الأساسي له. اتفاق القاهرة بعد يعني سارع عبد الناصر لعقد اتفاق القاهرة بين الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية والجيش اللبناني والسلطة اللبنانية عام 1969. سارع عبد الناصر لإطفاء الحرائق الكبيرة والمجازر في أيلول الأسود في الأردن عام 1970، وانتهت بوفاته. يعني بعد الجهد الكبير الذي بذله دفع حياته ثمنا لهذه بآخر أيام مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقده في ذلك الوقت. وكان مهتما عبد الناصر بإبراز القضية الفلسطينية دوليا وعربيا. يعني مثلا بسنة 1964 عندما طلب من الأمم المتحدة وباقتراح مصري أن تعتمد منظمة التحرير الفلسطينية كيعني ممثل شرعي وحيد، ممثل لا مش ممثل شرعي وحيد، ممثل كانت لقضايا الشرق المنطقة العربية بالإضافة إلى فلسطين. وأيضا لم تكن الأمم المتحدة معترفة بفلسطين أو بالسلطة. تم الاعتراف بالأربعة وستين، بالأربعة وستين كانت تستشار منظمة التحرير الفلسطينية في قضايا تختص بالصراع العربي الإسرائيلي. فكانت تسأل، اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت كعضو مؤقت يعني لهذه المسألة. ايضا كان عبد الناصر يعني يؤكد الانتصار. يعني شوفي بعد النكسة، مؤتمر الخرطوم، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف مع اسرائيل. شوفي مؤتمر الجزائر الذي انعقد بعد ذلك وتقرر فيها تعزيز وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية ودعوة الدول العربية لعدم التدخل السلبي في القضية الفلسطينية وانما في الشكل الايجابي. حتى ايام بداية ايام الرئيس السادات، يعني رئيس السادات سنة 1975 كان وراء الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية وبأن يكون لها مقعد مؤقت في الأمم المتحدة بال 75. بالعكس كان هناك يعني اهتمام دائم ومستمر من قبل مصر بموضوع القضية الفلسطينية. نحن نعرف أن مصر دفعت حوالي 100 ألف شهيد في حروبها من أجل فلسطين ومن أجل القضية الفلسطينية.
طب دكتور محمد، ماذا عن الآن لو تحدثنا عن الموقف المصري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كيف تقيم هذا الموقف ومشاركته الدولية من أجل يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وغيرها من المشاركات؟ نعم. والضغوطات أيضا، يعني عندما استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مؤامرة الشرق الأوسط الجديد تستهدف تقسيم مصر، ضرب بنيتها التحتية، ضرب الجيش المصري وتفكيكه، خلق نزاعات وصراعات إثنية وطائفية في مصر وبين الأقباط والمصريين والنوبيين والمصريين إلى آخر هذا الكلام. كانت الحالة الاجتماعية في الأرض، كانت المخاطر تحيط مصر من كل الجوانب، كانت هناك مخططات أوروبية، 45 دولة ضد مصر تقف علنا ضد مصر، مذكرات هيلاري كلينتون تفضح كل هذه الأمور. استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للقضية الفلسطينية اعتمد عدة أساليب. أولا، لمواجهة المخطط المحيط بالمنطقة والذي يهدد كل دولة عربية على حدة، عزز الوضع المصري، عزز الاقتصاد، البنية التحتية، الجيش، التنمية بشكل غير محدود وبشكل يسابق التاريخ، يعني يسابق الزمن بمدد يسيرة. فعل كل هذه الأمور لكي يواجه مخطط تدمير الذي كان مرسوما لهذه البلد. المسألة الثانية أنه ربط علاقات مصر وقواها وعززها مع دول الخليج العربي، مع السعودية، مع الإمارات، مع كل دول الخليج العربي. فهذه أيضا ضربة للمخطط الذي كان يريد تفكيك الدول، فما بالك بالعلاقات بين الدول العربية. الأمر الثالث الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إقامة تحالف بين مصر والأردن والعراق، وأعلن عنه، كان أو لا يزال يعمل وفق مبدأ تعزيز ودعم وحدة الدول العربية، الكيان كل دولة عربية، لمنع تقسيمها ولمنع تفتيتها. وهذا أيضا يصب في النهاية في خدمة القضية الفلسطينية، عندما تكون الدولة محافظة على وحدتها وعلى مؤسساتها، يعني ما بيعود في مشاكل فيها، فبالتالي هذا الأمر بخليها ترجع للمعيار الأول اللي كنا عم نحكي فيه، قضية فلسطين. نحن نعرف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بموضوع سيناء ومعاهدة كامب ديفيد ممنوع تدخل الأسلحة على سيناء، الآن كل الجيش أصبح في سيناء لمحاربة الإرهاب، وبالتالي عمليا وبالنتيجة أن الجيش أصبح في سيناء وعلى حدود فلسطين. الإرهاب الذي يغذى أيضا من الإدارة الأمريكية، يعني طبعاً من الخارج طبعاً المخططات الأمريكية طبعاً. يعني أصبح الجيش كله في سيناء وعلى حدود فلسطين موجود بمختلف أنواع الأسلحة. الإمكانيات التي تمتلكها مصر والتي تخيف البعض ومن ضمنهم إسرائيل، سواء كان محطة نووية بالضبعة أو سواء أكبر محطة كهرباء بالشرق الأوسط أو سواء كل هذه الأمور التي يقوم بها تعطي يعني قوة وإمكانيات لمصر. بالنسبة للقضية الفلسطينية، بعدما أن استطاع السيسي أن يمسك الرئيس السيسي يمسك الوضع في مصر تماما، يعني يستعيد أنفاس المدى ويستعيد مصر لدورها الطبيعي والطليعي في المنطقة العربية، سار باتجاهين. أول اتجاه داخلي فلسطيني، حمل حوالي 5 أو 6 لقاءات ومؤتمرات للمصالحة الفلسطينية. إذا كان نتنياهو بيقول من مصلحتنا أن يبقى الشعب الفلسطيني مجزأ ومقسم بين حماس والسلطة الفلسطينية، وإذا كان نتنياهو يقول سنواجه أي محاولة لتوحيد الشعب الفصائل الفلسطينية، ف يعني الإدارة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أغلقت الطريق وبدأت يعني بعدة مصالحات بين حماس وما بين السلطة الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وبما يخدم يعني دستور دولة فلسطين الذي قامت على السلطة الفلسطينية لمواجهة محاولات التفكيك هذه، وبالعكس مارس ضغوط سواء عبر المعابر أو غير المعابر على حماس لكي ترضى وتقبل بهذه المصالحة التي لا تزال حماس للأسف تماطل فيها، وإنما شق الطريق بهذا الاتجاه. الأمر الثاني الذي يسير فيه الرئيس السيسي هو التوجه دوليا لنصرة القضية الفلسطينية بالتركيز والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدودها المعترف بها من حدود 67
وبعاصمتها القدس الشريف. خاصة هذه يعني فيما يحدث من الإدارة الأمريكية والخطوة الأخيرة المتمثلة بوزارة الخارجية التي يعني شطبت اسم فلسطين من قائمة الدول على موقعها الخاص يعني أو اسم السلطة الفلسطينية أو حتى الأراضي المحتلة، يعني تحديات كبيرة وخطوات يعني تزداد يوم بعد يوم. ليس غريبا على الإدارة الأمريكية ما تقوم به. من يحاول تهويد القدس سهلا عليه، يعني اللي بيضرب الأنوروا صحوا يعني يسهل عليه، من يهود الجولان الأساس الفلسطيني. يعني المسألة لم تعد مسألة اسم، المسألة أصبحت بالنسبة للإدارة الأمريكية هي مسألة يعني الخارجية الأمريكية هي خارجية إسرائيلية بغطاء أمريكي لا أكثر ولا أقل. ولكن كل هذا أعتقد أنه لن يستطيع أن يؤثر في أمر واقع موجود، لن يستطيع أن يؤثر في السياسة المصرية الثابتة. بعد تهويد القدس، قرار ترامب بتهويد القدس، أول موقف عربي صدر عن الخارجية المصرية أن مصر تعترف بحدود بإقامة الدولة الفلسطينية، أكدت على موقفها. وبالعكس هذا ما أدلى به الرئيس عبد الله الفتاح السيسي وأكده في أكثر من لقاء، اللقاء العربي الأمريكي بحضور ترامب الذي كان في المملكة العربية السعودية، كل القمم العربية يتحدث فيها، يؤكد على دول الخليج العربي الحديث في هذا الموضوع. كل ما كان هناك يعني مؤتمر عربي، لقاء عربي، هناك نوع من المسعى المصري لموقف عربي موحد بهذا الاتجاه، اي حل للقضيه الفلسطينيه ينبغي. وهذا ما استدعى انه الرئيس ابو مازن يعني يوجه الشكر اكثر من مره والتحيه اكثر من مره للموقف المصري ولموقف الرئيس السيسي في نصرة القضية الفلسطينية على هذا الأساس. دكتور محمد الرز، أشكرك في نهاية الحلقة على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أشكركم على المتابعة في فلسطين وفي كل مكان في العالم. ألقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة، انتظرونا، إلى اللقاء.